standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this, reaching for the stars, traveling. السلام عليكم وتحية طيبة لكم كاملين الإخوان. صراحة واحد بواحد، أول حاجة كنوجه كلمة شكر لكل المتتبعين القناة كريم كسري. شكر بزاف وشكر كبير لأنكم كتثقوا في هذه القناة، وطلبت منكم واحد الطلب أنكم دعموا الأخت ديالنا صاحبة القناة عائلة مهاجرة، ودعمتوها وصلتوها في ظرف يعني 3 أيام 1000 مشترك. صراحة شيء كيفرح. هاد الشيء هذا هو المضمون الاخوان، هذا هو اللي بغينا. منين بغيو ندعموا شي واحد او نعاونوا شي واحد بغيناه يوصل، هذا هو الهدف ديالنا. لان راه كما قلت لكم الاخوان، راه البرازيليين داروا واحد الصفحه في الفيسبوك مكونه تقريبا مليون واحد او اكثر، مليون يعني مشترك في الصفحه ديال الفيسبوك. ومن ديك الصفحه الاخوان يعني كل واحد فيهم فتح قناه في اليوتيوب، كل واحد كيدير فيديو كيسيبو كيلوحو كيشوفوه الناس كاملين، يعني تقريبا مليون مشاهده كيحصل عليها كل واحد فيهم يعني في ظرف يعني نهار او يومين. وبهذه الطريقه هذه القنوات ديالهم كبرات وتقبلات، ولات دارت تحقيق الدخل، والناس ولاو كيدخلوا منها الفلوس، ولاو كيصوفيو راسهم، ولاو كيحاربوا الفقر بطريقه فنيه. هذا هو اللي بغينا الاخوان، وهذا هو الهدف من التضامن. هذا هو الهدف من التضامن، انا ملي كنحتاجوا بعضياتنا نبغي نوصلوا شي واحد نوصلوه. يعني هادشي ماشي عنده علاقه فقط باليوتيوب او لا قناه في اليوتيوب او لا، في اي مجال في التضامن. كما لاحظتوا راه كاين مشكل كبير، واحد الهضره كيقولوها كنقولوها تقريبا كاملين بينا، المغاربه ما كيتعاونوش، المغاربه ما من الاحسن ما تتعاشرش مع المغاربه، من الاحسن ما ديرش مع المغاربه. حتى لين غنبقاو بهذه الهضره هذه كتعاود دائما، حتى لين دائما غادي تبقى هذا المشكل هذا. وابارتي المغاربه اون جينيرال زيد عليها هذيك القبليه، هذا ما كيحمل هذا، يعني جيب لي ضد ريفي او لا ضد عروبي، جيب لي ما عرف شنو صحراوي، بزاف ديال الهضرات. حتى لين غتبقى الهضره تعاود، حتى لين غادي يبقى هذا المشكل دائما. راه هذا الشيء هذا راه العالم كيتطور الاخوان، يعني احنا راه تعطلنا بزاف، يعني خاصنا نتسايروا العالم، خاصنا نطوروا مع العالم كيف ما هو مطور، صح خاصنا نطوروا معه. يعني بغينا نمحيو هذيك القبليه، بغينا نمحيو ديك الصوره ديك النمطيه اللي قديمه اللي دائما ديك الهضره كتعاود، المغاربه ما كيتعاونوش، المغاربه ما تثقش فيهم، المغاربه وحنا ما حدنا كنهضروا بحال هكا. وهذا المنظر غادي يبقى دائما، ما غاديش يتحيد، وحنا خصنا نجيو من ديك النقطه هذيك ونديروا لها ستوب، نحبسوها. باش غادي نحبسوها؟ بالتضامن ديالنا والمعامله ديالنا وبهذا الشيء اللي كنديروا، سواء ندعموا بعضياتنا مثلا في هذه القنوات ديال اليوتيوب اللي هي فرصه مثلا، يعني حتى شي واحد ما كيخلص شي واحد، الحمد لله الامريكان هي اللي كتخلص، الانسان كيدعم بعضياته وما كيخسر حتى شي حاجه، يعني ما فيها حتى شي عيب كنظن انايا. واحد يدعم وابار يعني في مجالات اخرى مثلا اللي كان شي دعم مادي ولا معنوي في اي مجال، الانسان دائما خصو يكون حاضر، لان اليوم ليك وغدا عليك، هكا ماشي الدنيا، نهار عليك ونهار ليك ونهار عليك. فهذا هو الميساج الاخوان اللي بغيت نوصل لهذا الفيديو هذا. يعني صراحه يعني يا ربي يا ربي نوصلوا نفكروا بحال هكا، وننقيوا القلب ديالنا والعقل ديالنا والدماغ ديالنا، ونتحسنوا شويه بشويه، ونعاونوا بعضياتنا في اي مجال في اي دومين. زعما ما كنظنش انا فيها شي عيب، يعني في كاين العيب انا في التضامن، ما كاين حتى شي عيب. واي واحد مثلا عنده شي مشكل نحاول ما امكن اننا يعني كاملين نتضامنوا معاه يعني في جميع المجالات. صافي هادشي اللي بغيت نوصل الاخوان من هذا الميساج هذا. كنشكركم كاملين متتبعين ديالي، وحتى نتشوفوا ان شاء الله الفيديو القادم، وتحياتي لكم كاملين.